قضاء بيت لحم، او حتى عندنا يعني ملاصقه لمدينه بيت لحم، الدوحه او الدوحه، منين اجت هالتسميه ما بعرف. على كل حال انا وياكم رايحين نسند على البلد، نعرف شو حكايه هالاسم وشو حكايه هالناس اللي فيها. يلا سندوا معي. سندنا على الدوحة ودورنا على البلدية، بعد ما سندنا اضطرينا نهود عشان نصل للبلدية. المهم استقبلنا أبو إيهاب رئيس البلدية وهاللحى الغنمة والأخت أعضاء طبعا بلدية الدوحة. هسا بنركز على كلمة الدوحة. على كل حال بنرحب في أبو إيهاب في برنامج حروف وطن. أهلا وسهلا فيك أبو إيهاب. أهلا وسهلا فيكم، برحب فيكم في برنامج حروف وطن. إحنا مشكلة بنرحب فيك أبو إيهاب بالدوحة. بجوز كثير منكم وأنا متأكد آلاف الفلسطينيين جوا فلسطين وبرا فلسطين أول مرة بسمع في الدوحة، بس منين أجا الاسم برضو أبو إيهاب؟ لو حكولكم منين أجا اسم الدوحة. خليكم مع أبو إيهاب، روحوا هنا يلا. صحيح مدينة الدوحة هي مدينة حديثة أنشئت على قطعة من الأرض كانت تتبع لمدينة بجالة. بدأت عملية البناء فيها في أواسط السبعينيات وتسارعت في الثمانينيات والتسعينيات حتى يومنا هذا. أصل التسمية حين كانت تتبع لبلدية بجالة، قام رئيس البلدية آنذاك السيد أو المرحوم بشارة داود بزيارة لدولة قطر الشقيقة، وهناك حصل منهم على تبرع ودعم لمدينة بجالة. قامت البلدية بهذا الدعم بعمل شارع يربط وسط مدينة بجالة بالمنطقة الصناعية في جنوب المدينة، واصلا وسط المدينة بشارع القدس الخليل. تكريما لمن مولوا هذا المشروع اسموا هذا الشارع شارع الدوحة، وطلعت على البلد الدوحة، وثم طورت حتى أصبحت منطقة عامرة بالسكان، أصبح حي الدوحة. وعندما تم إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 96، تم بمرسوم رئاسي من المرحوم له الشهيد أبو عمار بتشكيل مجلس بلدي لإدارة هذه المنطقة منفصلا مستقلا عن مدينة بجالة، وبالتالي أخذ اسم الدوحة. نعم، من زمان بكلاش اسماء يعني كانت منطقة تتبع بجالة، منطقة تتبع بجالة، عدة أحواض من ضمن جزء من أراضي بجالة. الدوحة. نعم. يا أبو إيهاب الله يطول عمرك، عدد سكانها اللي تابعين للبلدية. نعم. قلتني من اللي هاي. نعم. اللي تابعين للبلدية، عدد السكان تابعين للبلدية حسب إحصاء عام 2007 العدد الدقيق كان 10,000 نسمة، ويقدر عددهم الآن ب 12,000 نسمة. 5,000 زادوا في 4 سنين، ما شاء الله على النشيطين أهل الدوحة. في سنة 2007 نعم في الإضافة للزيادة الطبيعية للمدينة للعدد السكان، هناك زيادة عدد الوافدين للمدينة، هناك كثير من الوافدين لمدينة بيت لحم يقطنون الدوحة لمجرد حركة عمرانية نشطة. يعني مش مدينة حدودية نكون فيها. وهذا أيضا كمان يعني سببه اللي هو طبيعة السكان، سكان المدينة من أين وقت؟ يعني في السبعينات يعني ما دام دخلنا على السكان. نعم. العائلات الموجودة أو اللي تأسست أو اللي كم ضال اللي بقين قاعدين. نعم. مين هم يعني؟ شو أسامي هالعائلات؟ نعم. مثل ما حكيت لك المدينة في السبعينيات أو المنطقة في السبعينيات ما كان فيها سكان، بالمئات فقط أو بالعشرات. مين هم هذول؟ ولكن نتيجة الضيق في المخيمات الفلسطينية المجاورة في محافظة بيت لحم، الدهيشة، العزة، بيت لحم، بالإضافة لمخيمات العروب، مخيمات محافظة الخليل، العروب والفوار، نتيجة الازدحام في هذه المخيمات. كلنا مجوكم. امتدوا او اجوا على الدوحه بالضبط، واقاموا بنوت وانشاوا منازلهم، وهم اللي الفئه الرئيسيه اللي بتشكل سكان المدينه. 75% منها من اللاجئين القادمين من هذه المخيمات من مختلف المصادر والمنابر، فيهم يعني جايين من 38 قريه ومدينه مهجره. طيب البلدية اللي بتقدم لهم خدمات، تشرف البلدية على جميع الخدمات المقدمة لهم.
انت اللي بتخدمهم مثل اهل البلد الموجودين او اهل بقوا ما في فرق عندكم؟ الجميع سواسيه. الجميع سواسيه. طيب يعني عائلات هيك بعضهم نعم. عائله فلان هذا يعني في عندنا هم جايين من بلدان مختلفه من 48 اكبر هاي البلدان راس ابو عمار بيت نتيف زكريا ديربان بيت عوا صرعة يعني 38 منبع 38 قرية ومدينة مهجرة مع عائلات مئات العائلات يعني من الخليل يعني 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 يعني, يعني الدوحة هاي أنا من ضرب الشرق نعم الدوحة العراق المنشية يعني فلسطين الصغيرة والجورة يعني نعم فيها مواطنين فيها من بيت لحم كل واحد بكيزك المدينة يجي يبسط عند أبو إيهاب في الدوحة أهلا وسهلا فيك ويقعد فهاي العائلات يعني هي عائلات مسيحيه طبعا في من اهلنا واخواننا نعم النصارى بيسكنوا برضه في من اهل الدجاله ومن اهل الدجاله حلوه في الدوحه نعم. احنا وياكم رايحين نشوفها لما نشد على البلد مع بعض ونروح نصور شوارعها ونشوف شو مخبيت لنا الدوحه يعطيك العافيه اهلا وسهلا فيك حياك خليكم معنا لسه الدوحه في بدايتها ما نزلناش عليها طيب القهوه بالي بلاوالي يا ضيف الرحمن حياها الله يا عمود البيت يا حلاوالي يا عمود البيت يا حلاوالي كان أبو إيهاب سامي مروة رئيس بلدية الدوحة إنه في نسبة من إخواننا أهل فلسطين المحتلة اللي تهجروا عام 48 سكنوا في الدوحة ومباشرة إحنا في أحد البيوت والله دار مين ما بعرف أما إن هو يعرفكم عن حاله منكم إله حياكم الله أنا حسين أبو لبن من سكان مدينة الدوحة حاليا ومن سكان مخيم دهيشة سابقا ولكنني من أهالي قرية زكريا المحتلة 48 وانت جيت سكنت في الدوحة؟ الدوحة مع بداية الانتفاضة الأولى يعني في الـ 82-83 كم دار بكت الدوحة هنك بالمجيد؟ كان جبل صخري وكان منطقة مهجورة يعني بتقول انك من المؤسسين؟ نعم 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 من المؤسسين للدوحة نعم نعم في كثير من أهلنا من أهالي بلدة زكريا المحتلة اللي تهجرت اللي تدمرت والله في الكثير نعم في الكثير من عائلة أبو لبن عائلة أبو لبن في منها طيب بما أنك طيب بس عائلة أبو لبن من زكريا ولا في عائلات ثانية؟ لا من زكريا في أيضا في يلا عد لنا في الفرارجة في الشمارخة في الخمور في العدوية هؤلاء جميعا من قرية زكريا يسكنون هنا غير من أهل زكريا طبعا طبعا في من راس أبو عمار الغالبية العظمى في من الجورة في من المالحة في من بيت نتيف في من عجوب تعرف حدا من العائلات يعني عائلة فلان بعرفهم كلهم زي عائلة مين وعائلة مين بعرف مثلا من عيلة العاصي كمال العاصي وعلي العاصي لا يعني قصدي العائلات في عائلة العاصي انا نعم. مثلا هذول وشو في عائلات في عائلة ملش في عائلة مروه في عائلة ابو عكر في عائلة فرج في عائلة الصباني في عائلة الحلو في عائلة البرميل عائلات كثيرة يعني كل فلسطين بتلاقوها بالضبط هي خليط جميل وباقة جميلة من عائلات فلسطين من عائلات وقرى فلسطين. فلسطين نعم انت كنت مدرس هنا ولا في الدهيشة لا انا مدرس مع الحكومة مع الحكومة مع الحكومة الدهيشة للوكالة انا مع الحكومة في بيت لحم الثانوية نعم هسه شو بتشتغل هسه متقاعد وبعمل في المدرسة نعم نعم يا رب كما خلقتني رجينا البارودي عيدنا عيدنا رجينا البارودي نعم. سكادينا نعم نعم, نعم. طيب احكي لي عن الدوحة في 96 كنت اللي بكت صخر وضارين 3-4 نعم مدينة الدوحة الدوحة المدينة الزاهرة النامية بدأت مع بداية الانتفاضة إنسان أبو لا 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 لابد أن أعطيه حقه أيضا الدوحة نظرا لتضخم عدد السكان في المخيمات ما هون معلم عربي لا بقدرش أحكي إلا هيك
احكي شو اسوي انا بدك تحكي ما اقدرش الا هيك تضخم العائلات في المخيمات ضخمتوا في المخيمات طلعتوا انفجرتوها انفجرنا هان اللي عنده ابن بدي زوجه اللي عنده كذا فجينا هان رغم الديون رغم الحصار رغم الاضطهاد الا ان بدانا نبني هان في الليل وفي النهار وكان في البدايه حصار وممنوع يعني باظافرهم الناس فتحوا الطرق حتى جاءت السلطه واقامت البلديه بدات البلديه فعلا تقوم دورها كانت فترة بلدية معينة تعيين معلش أنا بدي مش مجاملة لأنه بدي أحكي عنها حتى جاءت انتخابات شرعية ديمقراطية وصار عندنا مجلس بلدي منتخب صدقا قام بدوره على خير وجه على خير وجه بدأت المدينة تنمو وتزدهر يعني أهل زكريا وهل راضين عن البلدية جدا مبسوطين منها جدا مش نسمع صوتكم لا احنا راضيين جدا وبعرف ان راضين. كل الناس راضين راضيين حقيقه يعني يعمل والله بيشتغل في قرايب برا فلسطين في كل مكان وين يعني في الاردن في سوريا في السعوديه في كل مكان اقاربي في الاردن اكثر جدا طيب. اقاربي في فلسطين المحتله 48 هيهم بتطلعوا احكي لهم يا اهلي ويا احبابي فلسطين في انتظاركم لا بد أن تعودوا لا بد أن نلتقي لن نترك فلسطين شاء من شاء وأبى من أبى سنعود إلى فلسطين سنعود إلى القدس إلى زكريا هاي سبقت إلى زكريا إلى زكريا وليس إلى الدوحة نعم بالضبط أعزائي المشاهدين بدي إياكم تيكم تلجأ على زكريا الدوحة بطلت ترجع خليكم معنا لساتنا في الدوحة في مدينة الدوحة شايفين حبة العنب مسجها هذا عنب خليلي أصلي قريب هي ديروا بالكم الدوحة على الخليل مش بعيد يعني جابنا رئيس البلدية أبو إيهاب قال بدي أخذكم عند هاللحية الغانمي هالزلمي هان هو بيعرف عن حاله عرف عن حالك للناس اسمي سليم صالح محمد الخطيب الخطيب نعم أبو الدكتور المهندس نادر الخطيب نادر الخطيب من الجورة مش محمود الخطيب لا نادر الخطيب من الجورة عين كارم اللي هداسة حاليا مبنى نصها الجنوبي في أرض الجورة فإحنا جينا المنطقة هذه بدك تقول من أول 48 يعني مباشرة طلعنا من البلاد ما رحناش لا بيت لحم ولا بيت جالة ولا مخيمات بتاتا جينا سكننا عند هان جماعة عند جماعة ناس طيبين تلاحمة بكى الدنيا صيفية عندك تقول بعد هالأيام أجا رحمة أبوي الله يرحمه يرحم والديكو دور لك هالسكيفة في هالشرم كسر هالباب وحطنا فيها هيك يا ما شاورش حدا ما هي يعني الدنيا فوضى بكت وكايمة وحدا بكى مسئل طيب ما هي بكت كلها ماشية ثاني يوم راع بيت لحم سأل عن صاحب الدار قالوا له هذا اسمه الياس غطاس هذا الزلمة فاتح حيوته محل أكمشة في قاع درجات السوق طيب باب المنارة ابن عيسى الله يرحمه أبو الياس توفى قبل 10 أيام راى عليه قال لي يا عمي أنت الياس غطاس قال لي نعم قال لي يا عمي أنا جبت هالولاد وتعرف شردنا من الجورة من شردتو. الجورة يا ليتكم ما شردتوا يلا وجيت في لك دار قالوا لي هذا الياس غطاس وكسرت الباب وحطيت هالولاد ويا عمي أنا هني جيتك يعني مش سويت زي سركة ولا اللي بدك أنا جاهز فيه ويا عمي بدك يا مرحبا بك قال له شو اسمك انت يا زلمة؟ قال له اسمي انا ابو موسى قال له وانا اسمي ابو عيسى اسمع يا ابو موسى قال له قال له يعني جايتك علي بتدل على انك انت زلمة طيب وكويس و... يعني مش تجاهلت الامور نيتك سليمة يعني احنا يا عمي بنطلع في هالصيف بنعزب في هالدار هذه دار عزب اللي انتو قعدتوا فيها بنجد هالزيتونات وبنسحب حالنا بنروح فانتو خليكوا في هالدار بتقعدوا طول الشتوية ولما احنا نطلع نعزب بسوي لكم عريش بتضل يعني الخيار لكم انتوا حر بدنا نقطع عليك ابو موسى قلت لي نعم ابويا اسمه ابو موسى الخطيب انت ابو ابوي اسمه صالح ابو نادر انت انا ابن صالح يوسف الخطيب ابو نادر نعم انت من عائله الخطيب نعم كبير عائله الخطيب في الدوحه اشتار يعني اشتار والله اكثر والله بنعد في عائلات من اهل الجوره هنا زي مين غير في دار ابو غنيه وفي دار دار جعفر في دار حسن في دار مفرح
يعني دار معالي. يعني من ما أجابوك لغاية الآن تقضيتها في الدوحة هاي. ولا رحنا ولا جينا. ولا رحت ولا جيت. مبسوطين. الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. تستنوا العودة قاعدين على. إلى قرايب برا إشي. طبعا قرايبي اغلبهم في الاردن. طيب شو بتحكي لهم عسل قبل ما يكون خلص شو يلا. والله انا قرايبي في وادي السير وفي عمان كلهم مستناك. يعني بسلم عليك وبنستناك وان شاء الله بتيجوا علينا وبنرجع على الجوره. سبق ان اجوا على العيد يعني واخذت معي فرجيتهم على الجوره يعني وشرحت لهم لان اجوا شباب ما بيعرفوش المنطقه وانبسطوا كثير يعني وحتى عملت لهم تسجيل واخذوا معاهم عشان يعني اللي ما اجوش يوروهم اياه هناك والشيء كان على الطبيعه عادي يعني. ابو نادر نعم يعطيك العافيه. الله يعافيك. ونشكرك عن عنبات الزاجيات. بكيت تزرع عنب في الجوره ولا بكفش يعني في الجوره؟ صحتين وعنب في الجوره. بك عنب زي العنب هذا ما بك يكون زي ليرات الذهب. زي ليرات الذهب. الجوره اللي بيعرفوها بكت جنه. طموها الله يطموها. وحياه الله انت من جايب لنا على اليمين. 11 نبع ميه في الجوره. وراس ابو عمار مش اكل منها. يعطيك العافيه. خليكم معنا لسه جولتنا في الدوحه موجوده. عجل الحال حج من شركه اللاجح للمنظفات الكيماويه ابو نادر. بنقدم لك هذه الهديه. 100 شكر لكم يا عمي. يعطيك العافيه وبارك الله فيك وان شاء الله بترجعوا على الجوره. الله كريم ان شاء الله. الدوحة دخلنا على أحد البيوت هيك الحج ما شاء الله يعني عن جد الدوحة يعني دجداشي والخليج والإمارات وقطر. على كل حال حج يعطيك العافية. حياك الله. عرفنا عن حالك يا حج. الاسم والحمولي وأبو إيش البرج. أنا نمر محمد مصطفى خليل أبو عكر. أبو عكر من حمولة. حمولة مروة. مروة. نعم. الأصل من رأس أبو عمار. رأس أبو عمار. والحج عرفنا عن حالك. كامل محمد مصطفى خليل ابو عكر. ابو عكر من راس ابو عمار. اصل من راس ابو عمار. حياك الله. قديش عمر البرتشي؟ 77. 77 كلياتهم في الدوحه ولا لا؟ لا. انا لما طلعت من راس ابو عمار قد ايه كان عمري؟ 15 سنه. هذا زلمي معناها. ذاك المعناها البلاد. لا عندي كتاب بعرف ابو. حلو حلو ستير كتاب خليكم مع ابو عمار وتاريخه. راس ابو عمار الله يرحم ابو عمار. راس ابو عمار يرجعكم على راس ابو عمار ان شاء الله. هذا البلد مش من مش ابو عمار الجديد. هذا فيها ولي اسمه ابو عمار وتسمت راس ابو عمار. ولي مش ولي ابو عمار. اي نعم ابو عمار. قلت لي طلعت شب ذاك معناها لما نزحتوا من غادي. انتم مين طلعتوا؟ طلعنا انت وحياه ابوك مثلا. انتم طلعنا انا كان حياة ابوي موجود والوالدة واخواني. توفى الله يرحمه. واخوانه؟ نعم. لك اخوي اجوا معك بكوش بك منك كله صغير. نعم. يا اخوي ابو مصطفى. انت الكبير بكيت؟ انا اكبر واحد. اها. يا سيدي في كمان اربعة. كلكم جيتوا نزعتوا قعدتوا ها؟ نعم. في قعدتوا في الدوحة. اول ما طلعنا طلعنا عرطاس. عرطاس؟ نعم. كان معنا حلال. رحمة أبوي قال جايبين الحلال معكم؟ نعم. إيه هذا معناه مسعدين. بدنا نطلع على رطاس عشان في مية. نسكي الحلال. حلو. لما سكننا في رطاس الرطاس ما زي ما تقول فيش فيهم راعي للحلال. جيتوا هان؟ رحنا بعناهن. بعتوهن؟ كل الغنمات؟ كلن على بعضهن. صار بكية؟ طلعنا يعني حول 60-70 راس. والله قوي كلبكم الباكين جارين 60 راس. بقر تنتين. هذا باقي ثنتين البلد لكم غالي. نعم. راس ابو عمار. بعدين سكننا في رطاس سنتين. سنتين. وجيتوا هان المهم. بعدين اجينا هان على الدوحة. ما كان الدوحة كان اسمها الديشة. شو هي؟ الديشة. كل المنطقة كلها. كلها هذه كانت اسمها الديشة. ما كان دوحة. جديد عملوها الدوحة. هي جديد سووا الشارع اللي بيربط الشارع الخليجي. حكى لنا ابو ايهاب رئيس البلدية. هذا من تبرع من الدوحة. وسموها الدوحة. سمي الدوحة. هسا احكي لي. نعم. جيت وسكنت انا بك عمرك كلنا سنتين في الطاس صرت 17 سنة. نعم. شبابك هان. نعم. بكت فاضي هذه المنطقة. ولا بك. جبال. بك فيها يمكن 7 دور 8 دور. 8 دور. نعم. سكنتوها. حياة أبوك بكى موجود.
الله يرحمه. نعم. جوزك جاب لك تلحمية ولا واحدة من قرايبه؟ لا أنا جوز بعد ما مات أبوي. بعد ما مات أبوه؟ نعم. كبير؟ قد إيه لك عمرك لما تجوزت؟ كان عمري تقريبا 23 سنة. إيش بيب؟ إيش بيب يعني؟ أخذت من هنا يعني من من الدوحة من بنت عمي. ابن العب ينزل عن ظهر الفرس هذا ما ظلش فيها حكي هذا عن ظهر الفرس نعم عن ظهر يا مسي شلون بدايل دفعت لا لا دفعت قد ايه دفعت مهر يا مسي 100 دينار وكيف اشتغل؟ لان في السيد الله يرحمه تعيش سيدي الكبير قال انا بدي اسوي بنت لابن عمها ب 100 دينار خلاص حطها أيوة. حط اميجل خلاص انت تشيفت كلامه ماشي تشيفت انت تقول هاي ال 100 ليره وال 100 دينار بكينا انا منين اجيبها؟ بعد 60 لاص غنم وبقر وجاب كل 100 طلعن هلاك روحن وين روحن؟ تقريبا لما دخلت اليهود في 67 كنا ساكنين في بيت انا في الدوحه احنا وعمامي أمامي اثنين وأرعم تبوني دار معلفة من ثلاث غرف وعليها خمسة ضلوم تقريبا أرض فيها شاتين أجوا نسفوا الدار من يوميتها صار صوتك حلو وتغني رحل كمان مرة على لجوء جديد هذا مكفيها ترحل انت ودنا وين نروح وين تروح احكي لك كيف انتسفت الدار ليش مش مشكلة انتسفت الدار انتسفت من دود فلسطين كلها نسفوها انتسفت الدار المهم بقولوا له صوتك حلو لجوء جديد رحنا على مخيم الديش قبل ما يكون المخرج هسه خلص اللقاء وكل اللي صوتك كويس باك تروي يا سيدي هذا كان باك تروي هذا كان طيب سمعنا شي يا سيدي زمان كان يا سمعنا شي هيك احنا والمشاهد اقول اهلا وسهلا بكم يوم جيتون وشرفت المنازل بقدمكم حياك يوم عرف أبو إيهاب بقدمكم فرش الأرض أحلى ومرحبا حيو حيو الأرض إنا والبلاد بلادنا إلى الأرض إلنا البلاد بلادنا قولي لي قولي لي ليش هجرتينا يا حدار أترابك يسوى خزاين مال يا دار يا دار أنا نذر علي أنا عدتيني يا هدار لذبح ذبايح وحن العتاب ضرب الحجارة من عادات شبالنا ضرب حي حي الحج أيوة يلا حياك خلص هيك خلصنا خلص ما في شي ثاني سلامتك في لك قرايب برا؟ برا في اخوي وين ساكن؟ في اربد في اربد؟ اطلع عليه انا واحكي له والله يا سيدي قول اسمه ولا شيء يلا اخوي فخري محمد مصطفى خليل ابو عكر اها من سكان اربد حاليا في نفس اربد ايوه يساس من راس ابو عمار قرية راس ابو عمار المحتلة ابعث له يبعث له يا سيدي يبعث له السلام الى ولا زوجته ولا اولاده وجميع اهلنا الموجودين برده في اربد حياك الله ان شاء الله بترجع على راس عمار ابو ايش على راس ابو عمار ابو محمد على راس ابو عمار حج احنا في معانا هدية مقدمة من شركة الراجح للمنظفات الكيماوية المصنع الاول في فلسطين بنقدم لك اياها يا حج حياك الله في الدوحة لا يذبحنا المخرج دخلنا على بيت غانم أهلا وسهلا فيكم عرف عن حالك للمشاهدين الحاج خليل المشني أبو أسامة أصلا من سكان قرية الشيوخ اللي هي قضاء الخليل إلي 10 سنين ساكن في هاي المدينة من عمر الدوحة اللي الدوحة. من عمر الدوحة اللي طبعا احنا مدينة جديدة ولكن اهلها طبعا مش جداد مش جداد اهلها موجودين أنا اصلا جذورهم ابو ايش كنا بنحكي ابو اسامة البلدي انا حكيت له اياه قلت له هذه فلسطين الصغيرة
تمشي فيها. هلا لما تقول انت الدوحه، الدوحه نوع من الشجر اللي طبعا جذوره ضاربه في الارض. البكير اللي مثل البوش الكاشو وفستق حلبي كاعد. ممتاز. بس ابدوا علي المشاهدين. هيك انا. اللهم صل على سيدنا محمد. انت من وجهه نظرك كسكان منطقه او مدينه الدوحه. نعم. شو ناقص هالبلد؟ كل شهادات البال وروح الاحتلال. لا لا احنا مش بدنا نقول شو ناقص البلد، حياتية، خدمات، شغلات. بدي اقول لك شغله، يعني في قضايا اساسيه جدا، وهي قضيه بعرفش اذا كانت عامه او خاصه، قضيه المياه. شو مياه؟ مياه، يعني انا بحكي لك بكل صدق، في الشهر بتجينا يوم بالكثير دابحينكم شريط المياه بالمره، شايف؟ هلا مش شوف الخضار انه هذا جهد ذاتي زي ما قلت لك، يعني المخضرات مش لانه في مياه كثير، لانه بنشتري المياه. يعني كل شجره تجلبها لك 100 ليره. نعم. ولا 100 ليره مياه. نعم. ثاني حاجة بالنسبة للإخوان في البلدية زي ما قلت لك، هم بقوموا بما يملكوا من طاقات، شايف؟ يعني مش حيكونوا خارقين أو خارجين على، يعني نقول والله الواحد ليش ما أعطى برنامجي أخي، طب ما أعطيني وخذ، أعطيني وخذ. أبو أسامة يعطيك العافية، خذ أنت الثاني، تفضل معي. أخوي ميخ تفضل، تفضل معي، يعطيك العافية. أبو يام تفضلوا يا جماعة، تفضل أبو يام، خليكم معانا. نعبش في بعد الكاش والفستق الحلبي في الدوحة، نعبش شو نلاقي، خليكم معانا يا جماعة، شطوها بعيدة، يلا. ميشيل جراد من بيت جالة، أملك مصنع بطون منشار حجر في الدوحة من سنة 90. الدوحة مدينة، مدينة كوكتيل فلسطينية مجمعين. نعم. مسلمين ومسيحيين. نعم. بس أنا بالأصل بحكولي إنه أغلبية أراضي الدوحة بكت تشلياتها أو مزارع لأهلنا الفلسطينيين الأصليين اللي من بيت جالة ومن بيت لحم، بكوا يطلعوا يعزموا فيها. نعم. صحيح هذا الحكي؟ نعم صحيح. في نسبة منيحة من أهل المسيحيين بعدهم في 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 الدوحة؟ في الدوحة قليل جدا. قليل جدا؟ يعني في يمكن بدك تقول أبو خمس ست عائلات، إحنا أكثر ناس قاعدين هنا برضه في الدوحة. السكان مش في المنطقة الصناعية، سكان سكان ما في سكان، قليل جدا. كلهم رجعوا على بيت جالة؟ مش رجعوا، هذه كانت أراضي. كل أراضي زراعية. كل أراضي زراعية. أكثر أصحابها مغتربين. يا سلام. أكثر أصحابها مغتربين، والمغتربين باعوها سماسرة، والسماسرة باعوها لأهل الدوحة أجداد. لأهل الدوحة أجداد، أهل الدوحة أجداد. أنت عارف يعني كل للأمانة كلهم محترمين، هم خليط من كل الدنيا، إشي من الخليل وإشي من دورة وإشي من دهيشة، إشي من فلسطين، من فلسطين محتل، كلهم تقدر تقول. وفي برضو من أهل البلد، بس أهل البلد قليل جدا. قليل جدا. شو هالهمك باللي أبو إيهاب رئيس بلدية الدوحة بفكر هايو عمل حديقة، وما شاء الله كل الدوحة جديدة، مدينة جديدة، فيلل وقصور، رغم كل هيك أبو إيهاب بقول في يا جماعة الخير في شغلة ناقصة هالبلد، يعني لازم نعملها. والله قد ما نعمل وعملنا كثير يعني خلال السنوات الماضية. شو همومكم كبلدية انتم؟ همومنا واقع الدوحة. الدوحة فيها منطقة صناعية قديمة تشتهر بصناعة الحجر، فيها 24 مصنع لقص الحجر وتصديره للخارج، وبالإضافة للإيفاء بالاحتياجات السوق المحلي. يعني فيها من أكبر شركات العالمية موجودة في الدوحة. هذه المصانع بالإضافة للمصانع الخشبية وصناعة البطون والحرف من ميكانيك وورشات صيانة متداخلة نوعا ما مع الأحياء السكنية، كونه كانت المنطقة صناعية حينما كانت تخضع لبلدية بيت جالة. فهذا يسبب تلوث، كثير من التلوث البيئي والإزعاج للمواطنين السكان. هذا يعني هذا هم كبير، يعني حله بيكون بإيجاد منطقة صناعية بعيدة عن الأحياء السكنية. ينزل من هنا. وللأسف لا يمكن إيجاد هاي المنطقة داخل حدود مدينة الدوحة بسبب الاكتظاظ السكاني الكبير. فلا بد من حل هذه المشكلة بالتعاون مع باقي البلديات ومحافظة بيت لحم لإيجاد منطقة صناعية لإخراج هذه الصناعات، سواء كانت في الدوحة أو في المدن المجاورة إلى هذه المنطقة الصناعية خارج السكن. أبو إيهاب، إحنا طبعاً يا جماعة الخير في منتزة أو الحديقة العامة لمدينة الدوحة جديد البلدية عملتها، بتجهز فيها الافتتاح قريباً إن شاء الله، كل أهالي الدوحة رح يجوا
يصيروا اللي بدون شيء يقعد هيك العصري وهي في العاب. طيب هالناس اللي عايشه في الدوحه وهالتشكيله هالنخبه من ابناء الشعب الفلسطيني كوكتيل فلسطيني ما شاء الله، يعني في كل واحد بكى مضغوط في مدينه بيت لحم، مضغوط في بيت جاله، في الدهيشه، هاللي اجوا في 48 نكبه 48 اجوا سكنوا هنا وصارت مدينه الدوحه. الناس عليش عايشه هنا؟ تجار، عمال، موظفين. والله زراعة ما ظنيش، لا زراعة ما في للأسف إلا الحداك حول البيوت. منحب الخضار إحنا الفلسطينيين، نعم صحيح. الحدائق هذه مليانة حوالين الدور، نعم. قائم أغلبهم من الموظفين والتجار وبرضه في الصناعة والحرف، يعني هذا المصادر الرئيسية. أما الزراعة للأسف ما في أراضي زراعية نقدر نقول عنها منتجة، يعني لأنه المساحات ضيقة. الهم الثاني للدوحة أيوه إنه المستقبل، المستقبل حيث أنها محاطة من جميع الجهات بالمدن ومخيم الدهشة، لا مجال لتوسعها مستقبلا ولا لسنتيمتر واحد. إيش من هان بيت لحم، من هان بيت جالة، بيت جالة الخضر، من هان الدهشة الرفاس، وهذا وهيك الخضر. نعم. ما ظلش أراضي للبناء، ما في أراضي للبناء أو للتوسع المستقبل، يعني اللي بده يجوز ابنه يأجله، وهذا يؤدي إلى ازدحام كبير. يعني أنت بتتحدث عن 12 ألف نسمة في 1850 دنم، يا سلام، فقط. نعم، وهذا ازدحام كبير جدا، وهي مشكلة مستقبلية. يمكن الحلول فيها انه البناء العمودي، وهذا غير مرغوب في مجتمعنا. هذا شو مفتشين فيه، كافيتيريا ولا ايش؟ كافيتيريا، رحيم ككافيتيريا، كافيتيريا لخدمة الحديقة ان شاء الله. نعم، لخدمة الحديقة. نعم. ابو ايهاب، هاي مشاكل الدوحة يعني، نعم، اطلعتوا عليها المسؤولين، الكل شايف. في عندنا تحدي ثاني اكبر كمان. انا وجهته للمسؤولين، طيب، اللي هو عدم وجود قطع أراضي خاصة بالبلدية لإقامة مشاريع عليها. يعني إحنا اليوم عندنا مدرستين، تعال خلينا نمشي على الخضار. عندنا اليوم مدرستين للإناث ومدرسة واحدة كبناء للذكور فقط، وهذا غير كافي، في نقص كبير من عدد غرف الصفية، طلابنا بيتعلموا في بيت لحم. المدارس عندكم ما شاء الله، يعني شفنا المدارس. نعم، ما شاء الله. المدرستين هذول تم بنائهم خلال السنتين الماضيات، مدرسة مدارس الخلفاء ومدرسة مسقط. لكن للذكور ما زالنا بحاجة إلى مدرسة كبيرة منفصلة. لا يوجد قطعة أرض. اليوم بتلاقي، ممكن تلاقي قطعة أرض 5-6 دنم، مع أنه ثمنها مرتفع جدا، لكن بعد عدد قليل من السنوات لن تجد قطعة أرض بمساحة كبيرة حتى لو كان عندك كل أموال الدنيا، لأنه بسبب الازدحام الشديد. نأمل من المسؤولين عادي، يعني طلبنا هذا أنه يساعدونا في دعم شراء قطعة أرض لإقامة مشاريع مستقبلية للمدينة، ونتأمل خير إن شاء الله. مدينة، نعم، حكينا مدينة، نعم. يعني قديش خلفنا وقديش حكينا، ما قلت ليش لا في نادي رياضي ولا في شيء؟ لا في نادي رياضي للشباب، البلديه مستاجرته للشباب، في ملعب كره قدم، اذا بدهم ملاعب، ما في ملعب كره قدم خماسي صغير، من جيل صغير تدريبهم، ما فيش اراضي نبني عليها، تعمل ملعب استاد، يعني نلعب استاد صحيح. في عندنا مبنى النورس تم برضه بناء جديد وتم افتتاحه قبل فتره، بتكون من قاعة عامة ومسرح للاجتماعات العامة والندوات اللي تعقد في المدينة وفي المحافظة. عندنا مكتبة عامة في نفس المبنى، مركز نسوي ومركز حاسوب، هذا لخدمة. سؤال أخير أبو إيهاب قبل ما نستودعك الله، حياك الله. بعد محافظين على التراث في الدوحة على راسنا الفلسطينية بعد زي ما هي؟ أكيد 100%. ما زالت الدبكة الشعبية هي السائدة، بعدهم بيذبحوا وبيغدوا، واللي على شكفة الجاتو هذه في الصالة، في عندي عرس هنا يوم الخميس، في ذبايح، في مناسب، في مناسب، في كل شيء. جماعة الخير يوم الخميس في مناسب، حياك الله. أبو إيهاب يعطيك العافية وبارك الله فيك. أعزائي المشاهدين، بهيش بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا في مدينة الدوحة. أشكر السيد دوحة فلسطين، دوحة فلسطين. أشكر السيد سامي بروة رئيس بلدية الدوحة، وحتى نلتقيكم ما بنعرف يمكن يطلع لنا بلاد لسه، أنا يعني ابن فلسطين معرفت فيها، أتمنى إنكم أنتوا تتابعوا حلقة الدوحة لأنها حقيقة مميزة. كل اللي بقدر أقول لكم إياه، يعطيكم العافية وإلى اللقاء.